حروب تتكرر، وليس المهم بين من ومن ومع من تقف مع من أو مع من، المهم أخي الحبيب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني أن أتحدث عن موضوع الحروب الكثيرة التي تحدث اليوم، وآخرها الحرب بين روسيا وأوكرانيا. طبعا أنا لن يعني أكون مقدم برامج إخبارية، ولن أقول لكم ما هي آخر التطورات، لأن ما شاء الله يعني مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية تضخ كميات هائلة من المعلومات. أنا مهمتي أن أنظر إلى الحدث كعبرة لنا، ماذا نفعل؟ الذي يهمني عبرة الحدث وليس الحدث نفسه، لأن الحدث يتكرر والحروب تتكرر، وليس المهم بين من ومن ومع من تقف مع من أو مع من، المهم أخي الحبيب أن هذه الأحداث التي تحدث هناك عبرة منها، وهناك إنذار يجب أن نستمع له، أطلقه حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، وفي القرن منذ بدايات القرن 21 بدأ يتحقق هذا الأمر الذي أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أمارات الساعة أن يكثر الهرج، وفي رواية ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. إذن كثرة القتل هو إشارة من إشارات الساعة. يعني أنا الآن أركب في سيارة، أحب دائما أن أعطيكم أمثلة لنتخيل فقط. أنا لدي عداد من أجل الوقود أو البنزين، يعطيك مستوى البنزين، فعندما يصل إلى مستوى متدني يعني أوشكنا على النهاية، يبدأ ضوء برتقالي يصدر هكذا منبه، وممكن أن يعطيك أحيانا صفيرا خاصا أو إشارة تنبهك أن هناك شيئا ما. عندما تنظر تعلم أن هذا الوقود شارف على الانتهاء، فلا بد أن تذهب وتتزود بالوقود. هذا مثال بسيط، كل واحد كل منا يطبقه كل يوم في كل احتياجاته. حتى الموبايل أنت يعطيك إشارة حمراء أن البطارية على وشك النفاذ، فتقوم بشحنها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بعثه الله بين يدي الساعة وبعثه ليحذرنا من اقتراب الساعة، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا قياسا لعمر الأرض، عمر الأرض أو عمر الكون 13 مليار سنة، ف1400 سنة مضت على وجود هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو 1450 سنة، لا تساوي شيئا أمام 13 مليون سنة عمر الكون وأكثر طبعا. فلذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، صلى الله عليه وسلم. طيب هذا النبي الكريم أعطانا تحذيرات تماما، مثل المنبه أو مثل إشارة الخطر أو مثل الإشارات التي تحذرك انتبه، يعني هي تنبيه. يقول لك: إذا رأيت أن الهرج يكثر، ويكثر الهرج، القتل يكثر، انتبه، الساعة أصبحت قريبة. وأحداث نهاية الساعة أيها الأحبة ليس من الضروري أن تسير ببطء، قد تسير بوتيرة متسارعة جدا، وقد تحدث النهايات الكبرى للعالم وللكون بطريقة سريعة جدا، ربما لا ندركها أو لا نفهمها أو لا نشعر بها، لأن الساعة تأتي بغتة. من صفات يوم القيامة أو من صفات الساعة لا تأتيهم إلا بغتة، الساعة تأتي بشكل مفاجئ. الناس كل شيء يكون على ما يرام، وتقوم الساعة.
طبعا الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. ومن فضل الله هناك إشارة أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما دام هناك واحد يقول الله لا تقوم الساعة. عندما يموت هذا الشخص الذي لا زال يقول الله، فلا يتبقى إلا أسوأ الناس، فتقوم الساعة على شرار الخلق. إذن أخي الحبيب، لا تنغر بالشيطان. الشيطان يقول لك الساعة بعيدة وأمامك متسع من الوقت، وتستطيع أن تلعب وتلهو وكذا، والقيامة بعيدة جدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. الناس يرونه بعيدا ولكن الله يراه قريبا سبحانه وتعالى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذه الحرب اليوم التي تشتعل سواء بين روسيا وأوكرانيا، أو بعض الحروب التي أشعلها الغرب في مناطق العالم الإسلامي، في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أماكن كثيرة. أنا الذي يهمني أيها الأحبة، ما لماذا تحدث؟ النبي أنبأنا عن علامة من علامات الساعة، أنك إذا رأيت القتل يكثر، الحروب تكثر، إذن اعلم أن الساعة قريب، فسارع إلى التوبة. ولكن لماذا هذا القتل؟ لماذا هذه الحروب؟ دعونا نحلل علميا. اليوم أو قبل 20 سنة مثلا، أمريكا بينها وبين العراق يعني عشرات الآلاف من الكيلومترات. طيب، كل هذه المسافة ثم تأتي لتدمر دولة وتقول لك أنا أحمي أمني القومي. أن تذهب آلاف الكيلومترات لتدمر الآخرين ثم تقول أنا أحمي الأمن القومي، إذن هذه أكذوبة. هم نفسهم رفضوها فيما بعد، تبين أنها أكذوبة. أنا أريد أن أحمي فلان، أنا أريد أن أنشر ديمقراطية، أنا أريد أن لا أعرف ماذا، أنا أريد أن أقيم العدل في الأرض، أنا فكل هذه الحروب تبين أيها الأحبة أن الهدف منها هو هدف سياسي وهدف مادي وهدف يتعلق بأمور ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالله عز وجل. هنا أنا أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرد على المشككين الذين يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالإرهاب. هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما حدد لنا ملامح أي حرب، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن اليوم حسب العلوم العسكرية، حماية الأمن القومي هو هدف للحرب. الطمع في ثروات الآخرين هو هدف للحرب، كما حدث أن الغرب، فرنسا وبريطانيا المستعمرون القدماء، نهبوا ثروات الوطن العربي، نهبوا ثروات أفريقيا، الذهب وغير ذلك، ولا زالوا طبعا. فهذه أسباب للحروب، السيطرة ونهب الثروات. وهذه الأسباب كانت موجودة منذ الجاهلية، يعني منذ عصر الجاهلية وقبل الإسلام بآلاف السنين، كانت الحروب تدور بين الأمم لهدفين: السيطرة ولنهب ثروات الآخرين، للسيطرة على ثروات هذا البلد وأخذ خيراته. هذه هي أو هذا هو الهدف الرئيسي لكل الحروب التي شنت عبر التاريخ والحروب التي ستشن فيما بعد. واليوم العالم أيها الأحبة، العالم اليوم لغة مصالح، كل دولة تعمل لمصلحتها. طيب، الملحدون عندما اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يروج للإرهاب، النبي كان واضحا، حدد لنا السبب الوحيد للحرب، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا. إذن الحرب يجب أن يكون من أجل إقامة
الدين ومن أجل لا إله إلا الله، وكل أنواع الحروب الأخرى النبي لم يؤيدها، وبالتالي النبي يكون بذلك أول إنسان حد من الحروب، حرم كل أنواع الحروب إلا حرب واحدة هي الحرب من أجل الله سبحانه وتعالى. لاحظتم أحبتي في الله؟ ولو اتبع العالم هذه القاعدة والله لن تحدث أي حروب. لو اتبع العالم هذه القاعدة، انظروا إلى حروب النبي، كانت حروب خاطفة وتنتهي بسرعة، حروب الخلفاء من بعده والحروب الإسلامية كلها كانت خاطفة، يعني خاطفة أيام وتنتهي، والتاريخ يحدثنا بذلك. طيب، النبي وضع نهاية للحرب، وهو الحديث الذي يشككون به، وضع نهاية للحرب، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. طيب ما معنى حتى هنا؟ هل تعني أنني أنا سأقاتل كل إنسان حتى يقول لا إله إلا الله فأتوقف، ومن لم يقل لا إله إلا الله أذبحه؟ هذا التفسير لم يقل به أحد إلا بعض المتطرفين. طيب النبي لديه جار يهودي بجانبه ليس بعيدا عنه، وفي المدينة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت والمؤكد أن النبي فتح مكة وكان بلغة العصر مسيطرا على الجزيرة العربية، ولديه عشرات الآلاف من المقاتلين، ولديه السلاح، ولديه الجزيرة العربية كلها. طيب هل يحتاج إلى يهودي لكي يرهن درعا عنده على 30 صاعا من شعير؟ طبعا هذا الأمر فيه حكمة عظيمة يجب أن نتفكر فيها قبل أن نشكك بهذا الحديث. فيه حكمة أن النبي لم يأتي من أجل الحرب، لم يأتي ليقتل الآخرين، هو يقول لك أمرت أن أقاتل وليس أقتل، أقاتل يعني إذا حدثت معركة. كلمة السر لنهاية هذه المعركة هي لا إله إلا الله. اليوم كل دول العالم لا تعترف بهذا الكلام، يعني مثال أيها الأحبة، أنت الآن في حرب، إذا قلت لا إله إلا الله هل يعفى عنك؟ هل يرد لك بيتك ومالك وكذا؟ لا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة عندما كان في غزوة وهناك كافر يقاتله، وربما قتل من المسلمين، إذن هو قاتل هذا الكافر، وهم بقتل المؤمن الصحابي المؤمن، والصحابي المؤمن هو في حالة دفاع عن نفسه، يعني حقيقة لو قرأت القصة تماما لا أريد أن أخوض فيها. طيب هذا الكافر وصل لدرجة أنه قال لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعلمون عندما سمعوا هذا الحديث، هم أهل اللغة والفصاحة وليس المشككين الذين لا يعرفون كيف تنطق جملة في اللغة العربية. هؤلاء كانوا أهل البلاغة والفصاحة، فهموا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني أمرت أنه في حال كان هناك قتال لم يؤمر أن يقتل، وإلا لقتل هذا اليهودي وأخذ ماله وانتهى الأمر، يعني ليس مضطرا أن يرهن درعه الشريف ومفاوضات وكلام وكذا ويأخذ 30 صاعا من شعير، واليهودي لا يثق بالنبي عليه الصلاة والسلام. رغم ذلك النبي لم يعني يعنف هذا اليهودي، أعطاه الدرع. يعلمنا أصول التعامل مع الآخرين، مع المخالفين لنا بالرأي والعقيدة والمذهب والدين حتى. فكان الأسهل على النبي لو كان معنى هذا الحديث أيها الأحبة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لو كان معنى الحديث أن النبي أمره الله أن يقتل الناس، طيب هذا اليهودي أليس من الناس؟ من الناس، لماذا لم يقتله؟ إذا نحن فهمنا الحديث خطأ، أو المشككون فهموا هذا الحديث خطأ. النبي وضع
أساسين للحروب أيها الأحبة، لو دققت فيهما تجد قاعدتين مهمتان للحروب بالإضافة لآية قرآنية، يصبح لديك 3 قواعد رائعة جدا للحروب لا يظلم فيها أحد. القاعدة الأولى هي قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، لم يقل اقتلوا، لا، قاتلوا. ما معنى قاتل؟ قاتل يعني هناك معركة، هناك أخذ ورد. مثل إنسان نقول حاول كذا، حاول يعني ذهب وجاء، هناك معركة، يعني كلمة قاتلوا معركة. الآن هناك حرب مستعرة في بقعة من بقاع الأرض، فإذا هذه الحرب في حالة قتال، الله عز وجل قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ذكرك أولا بالله، أن حربك هذه ليست من أجل المال، ليست من أجل السيطرة، ليست من أجل إذلال الآخرين، ليست من أجل تدمير الآخرين كما حدث في بعض مناطق العالم الإسلامي للأسف. وقاتلوا في سبيل الله يعني من أجل إقامة العدل والحق وإعلاء كلمة الله. ما معنى في سبيل الله؟ أن تقيم العدل في الأرض. الذين يقاتلونكم، من نقاتل؟ الذين يقاتلون، آية واضحة جدا أيها الأحبة، لا تحتاج إلى شرح. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن هناك معركة. نحن الآن عندما تحدث معركة نجد أن الإعلام يبدأ يجيش الناس للحرب والقتال والدفاع عن الأرض، وهذا منطقي في كل دول العالم، في أي بقعة من بقاع العالم هذا الأمر منطقي أيها الأحبة، ليس فيه أي شيء. في حالة الحرب يجب أن يقوم الناس لمثلا حماية نفسه، لحماية كذا. وبالتالي وقاتلوا في سبيل، ذكرك أن الحرب هنا يجب أن تكون في سبيل ماذا؟ في سبيل الله، وليس في سبيل الشيطان، وليس في سبيل السيطرة والطغيان وغير ذلك. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، إذا معركة. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكرك أنك إذا اعتديت على إنسان بكلمة، بسرقة ممتلكات، بأي شيء، ستخرج خارج محبة الله، وربما تدخل نفسك نار جهنم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين يعني لا تعني أنه لا يحبهم وانتهى، لا، يمكن أن يدخل في نار جهنم هذا المعتدي. المعتدي هذا لا يحبه الله. إذن هذه القاعدة الأولى التي تؤصل لنا سبب الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا هذه الآية بأسلوب بسيط، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن اختصر كل أنواع الحروب إلى حرب واحدة فقط. منع النبي استغلال الآخرين، السيطرة عليهم، نهب ثروات الآخرين، كله ممنوع في الإسلام. حرب واحدة فقط، التي عندما يعتدي عليك أو عندما تقوم الحرب يجب أن تضع في رأسك أنني أنا أجاهد من أجل الله وليس من أجل مصلحة شخصية. ستجد أن سلوكك أثناء الحرب قويم. لذلك العرب المسلمون فتحوا العالم الإسلامي بسهولة. لماذا؟ لأنهم اتبعوا هذه القواعد. وعندما ابتعدوا بدأت الانهيارات وبدأت كما نرى وضعنا اليوم. القاعدة الثالثة أيها الأحبة، قاعدة تنهي الحرب، قاعدة نهاية الحروب، وهي لا إله إلا الله، كلمة السر. فذلك الرجل الكافر الذي قال لا إله إلا الله، والصحابي يضع السيف على رقبته فقال لا إله إلا الله، فأمضى السيف على رقبته وقتله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حقيقة يعني أراد أن يبرئ ذمته أمام النبي وأمام الله سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، حدث معي كذا أنه بعد أن قال لا إله إلا الله قتلته. فالنبي غضب وانفعل
وغضب غضبا شديدا لم يغضبه من قبل. غضب لكافر، انظر ها، المقتول هنا كافر ومحارب وربما قتل من المؤمنين، لأن المعركة فيها قتل، وهذا الكافر ربما قتل عشرات من المسلمين. على الرغم من ذلك، بمجرد أنه قال لا إله إلا الله يجب أن تتوقف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته؟ بعد أن قالها، فالصحابي هنا ارتبك وقال: يا رسول الله، يعني لقد قالها يعني خوفا على ماله وعياله ونفسه وكذا، ولم يقلها إيمانا. ويغضب النبي أكثر صلى الله عليه وسلم ويقول له: هل لا شققت عن قلبه أو عن صدره؟ فنظرت أو رأيت إن قالها إيمانا أو خوفا؟ طب أنت اطلعت على قلبه؟ شوفوا الدقة أيها الأحبة، نبي حساس جدا تجاه الآخرين. إنسان قال لا إله إلا الله يجب أن تتوقف، وبعد ذلك الأيام ستثبت لك قالها نفاقا أو خوفا أو كذا. فالقاعدة التي وضعها النبي لم يخالفها هو عليه الصلاة والسلام. لذلك كل المشككين والمستشرقين الذين يقولون إن النبي قتل أناسا بريئين وبدون سبب، كل كلام فارغ أيها الأحبة، كلها روايات مزورة. هذه الرواية تثبت لنا مدى حساسية النبي تجاه الظلم وتجاه أن يرى إنسان مظلوم، حتى لو كان كافر، حتى لو كان ملحد، حتى اليهودي. اليهودي الذي رهن نبينا عليه الصلاة والسلام درعه الشريفة عنده على 30 صاعا من شعير، يعني كيس شعير ما قيمته اليوم. وأنا واثق أيها الأحبة أن اليهودي يثق بهذا النبي أكثر من أي إنسان آخر، ولكن النبي أبى إلا أن يعطيه هذا الدرع ليعلمنا فن التعامل مع الآخرين. أنك أيها الإنسان حتى لو كنت رسول الله لا تستكبر، أنت قد تحتاج، وهذا الدرع هو عبارة عن قطعة حديد. لا يجب أن نقدس هذه الأشياء، التقديس يكون للتعاليم التي يحملها هذا النبي وليس للمتاع الذي حول النبي الدرع وكذا. فقال لك النبي: لا قداسة للشيء إلا لله وللقرآن ولتعاليم الله عز وجل. فهذا درس أيها الأحبة يوضح لنا أن رسول الله ضيق مجال الحروب جدا، لم يسمح بالاعتداء على الآخرين، لم يسمح بنهب ثروات الآخرين، لم يسمح بشن حروب عبثية لا هدف منها، لم يسمح بشن حروب بهدف السيطرة وإذلال الآخرين. كل هذه الأنواع لم يسمح بشن حروب انتقامية، حتى لم يسمح. كل أنواع الحروب حرمها إلا حرب واحدة في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. إذن النبي ضيق دائرة أسباب الحروب، إذن هو لا يريد الحرب. لذلك نجد الكثير من المستشرقين المنصفين يصنفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل سلام، رجل سلام ليس رجل حرب. كل الحروب كانت أيام وتنتهي، لا توجد حروب طويلة في الدولة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست دولة بالمعنى الحديث، هي أمة، هو بنى أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء الذي يهمنا أن نستعد للقاء الله، أن نتذكر كلام الله إن الساعة قريب، أن نتذكر قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم. نتذكر أن هذه القلوب اللاهية حقيقة يجب أن تتوقف عن اللهو، ويجب أن نكون جديين في تعاملنا مع المواقف الحالية، ويجب أن نعتقد أن الساعة قريبة. فإجراءات بسيطة فقط: التوبة إلى الله، العمل الصالح، أن تستعد للقاء الله فقط.
يعني حتى القرآن لا يريد منك أكثر من أن تستعد للقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، والدليل على اقتراب الساعة الحروب التي نراها اليوم، والدماء التي تسفك في كل مكان بسبب وبدون سبب، وتدمير بعض الدول وكثرة القتل. أنبأ بها النبي، قال: ويكثر الهرج، كإشارة أو علامة من علامات اقتراب الساعة، ويكثر الهرج وهو القتل. لذلك أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يبصرنا بهذا الدين الحنيف، ونعوذ به من موت الفجاءة، ونعوذ به أن تقوم الساعة علينا، ونسأله عز وجل أن يختم أعمالنا بالخير. أختم بدعاء أنا أحبه كثيرا، أرجو أن تحفظوه وتتذكره كل يوم، لن تندموا. إذا دعوت بهذا الدعاء كل يوم، لابد أن يأتي ذلك اليوم التي تدعو به ثم تموت. لابد كل واحد منا أن له يوم يموت فيه. فأحرص على دعاء سيدنا يوسف الذي قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي، قل يا رب أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رجاء ونصيحة أخ محب لكم، احفظوا هذا الدعاء كل يوم لا تنساه، لأنه سيأتي عليك يوم سيكون آخر كلام تنطق به هو هذا الكلام، وستذكرون ذلك جيدا. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا كانت الآية صعبة عليك مع أنها سطر ونص، احفظ آخرها فقط، قل يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.